نستأذنكم بهذا الاتصال من الأخ أبو خالد من الدمام. تفضل أخي أبو خالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ صالح؟ حياك الله. يا شيخ أنا عندي سؤال بخصوص تأخير الصلاة بعد خروج الوقت. ما الحكم؟ يا ليت تتكلم نفس الموضوع هذا وشكرا لكم. لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لناوي الجمع الذي ينوي جمعها مع الوقت المستقبل، وهو يجوز له الجمع لعذر شرعي، يؤخر الأولى ويصليها مع الثانية، كما في السفر، كما في المرض، كما في المطر بين العشاءين، هذه أعذار الجمع، فيجمع إذا حصل له واحد منها بين الصلاتين. وأما إخراجها عن وقتها من غير عذر فهذا تضييع لها والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة أو نام عنها، يعني غلبه النوم عنها، فليصلها إذا ذكرها، إذ يصلها إذا استيقظ أو إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ولم يذكر من أخرها تعمدا، فدل على أنها لا تجزي لو أعادها. إذا أخرها تعمدا من غير عذر فإنها لا تجزيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادتها، وإنما عليه التوبة إلى الله عز وجل والمحافظة. وفي الحديث: من فاتته صلاة العصر حبط عمله. قالوا: من فاتته، يعني فات وقتها من غير عذر والعياذ بالله، حبط عمله. هذا في الحديث الصحيح، والمراد بفواتها فوات وقتها من غير عذر. الخطر شديد في هذا، وعلى المسلم أن يتقي الله. قال سبحانه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال صلى الله عليه وسلم: صل الصلاة لوقتها. فلا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي. نعم.